اهلا بيكم في فيديو جديد. محتوى الفيديو ده يمكن يكون مختلف شويه عن محتوى الجيمز اللي على الشانل، لكن كل جيم ديفلوبر فينا كان اصله جيمر برضه، ومين يعلم يمكن في السنين الجايه نكون بنلعب لعبتك على الشانل هنا. عشان كده في الفيديو ده هبدا معاك اول خطوه في مسارك كجيم ديفلوبر، لكن قبل ما نبدا في التفاصيل والكود محتاجين الاول نتعرف على الجيم انجن اللي هنستخدمه يونيتي. ادخل دلوقتي على موقع unity.com، بعد كده اضغط على Get Started وحول اللايسنس ل Individual واختار Personal. هيدي لك اختيارين اذا كنت اول مرة تستخدم Unity او انت استخدمته قبل كده. في الحالتين انت هتنزل نفس الشيء، بس لو انت عايز جايد صغير تقدر تختار First Time وهيخليك تنزل Micro Game عشان تجرب وتلعب شوية في الانجن وتفهم بيشتغل ازاي. الاختيار ليك عموما يعني. بالنسبة لي هختار Returning User واعمل Accept، ودلوقتي هنزل يونيتي هاب ونعمل له انستول. وده اللي هنشوفه كل مرة بنفتح فيها يونيتي. طبعا انا عندي بروجيكتس هنا، انت هيبقى عندك مفروض فاضي، بس ما تقلقش من الموضوع ده. اول تاب زي ما قلنا فيها البروجيكتس، التاب التانية ليرن هتلاقي فيها المايكرو جيمز اللي قلنا عليها من شوية، تقدر تنزلها وتجرب فيها عشان تفهم الانجن بيشتغل ازاي. هي زي جايد عموما يعني، مش جيمز، وفي توتوريالز هنا برضو، معظمها مقالات فممكن ما تبقاش مفيدة قوي. كوميونيتي نفس النظام، بس ممكن تلاقي فيديوهات في بعض الحاجات دي. واهم تاب عندنا اللي هي انستولز، دي هتلاقي فيها كل الفيرجنز اللي انت نزلتها عشان تعمل عليها بروجيكتس. هنا مثلا عندي 4 2018.4 LTS و 2019.4 LTS برضو. LTS دي اللي هي Long Term Support. LTS ده هو المفروض اللي انت تستخدمه لو انت بتعمل جيم مثلا وهتنزلها على الستور. فمثلا لو الجيم بتاعتك كانت على LTS 2018.4، يبقى انت هتسيبها على الستور على الفيرجن ده لحد ما يطلع الفيرجن اللي بعده LTS هو كمان، وبعد كده تعمل Upgrade وهكذا. وعندي كمان 2020.1 و.2. لما تضغط على Add هتشوف كل الفيرجنز اللي انت تقدر تنزلها. هنا مثلا في 2020.3 LTS، ده انا محتاج انزله ده، والOfficial Versions كلها هنا، وبالاضافة للالفا والبيتا، ودي بتبقى حاجات تجريبية لو حابب تنزلها مثلا عشان تشوف ايه الفيتشرز الجديدة اللي هتنزل قريب وكده، بس احنا مش محتاجينها دلوقتي عموما. لو لأي سبب حصل ايرور وانت بتنزل من هنا، تقدر ان انت تشوف اللينكات من على الموقع مباشرة وتنزل الحاجة اللي انت عايزها. انا مثلا عايز انزل LTS ده، فهلاقي اللينك بتاع Long Term Support اتك عليه، هيدخلني على الموقع على Unity وهلاقي هنا كل LTS الموجود. انا عايز انزل 2020.3. ونجرب مع بعض برضو عشان لو حصل معاك الايرور ده، انا هعمل داونلود ويندوز وهتكمل السيت اب بتاعك عادي خالص. هنا بيديلك اختيارات، لو انت مثلا عايز تعمل لعبة للموبايل فانت مهم ان انت تنزل السبورت بتاع الاندرويد او الاي او اس حسب ايه نوع الموبايل اللي انت هتعمل له بيلد، وكمان لو انت هتعمل لبي سي يبقى انت محتاج ويندوز بيلد. بعد كده هنرجع يونيتي هاب تاني ونضغط على لوكيت ونختار المكان اللي عملنا السيت اب فيه. وبكده بقى عندنا في الانستولز الفيرجن اللي نزلناه، ودي الطريقة اللي انت بتنزل بيها اي فيرجن من يونيتي. وهكتفي بكده في الفيديو ده عشان ما اطولش عليكم. في الفيديو الجاي هنعمل مع بعض اول بروجكت ونتعرف على التولز اللي عندنا، فاعمل سبسكرايب دلوقتي عشان تشوف الفيديو الجديد اول ما ينزل. اشوفكوا على خير في الفيديو الجاي.